فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه أن الجن قتلوه لأنه بال في جحرهم؟ يروى هذا، كان سعد بن عبادة رضي الله عنه في الشام ومات فجأة، مات رضي الله عنه فجأة. يروى أن الجن قالت: قتلنا سعد بن عبادة، قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم تخطي فؤاده. يقولون والسبب أنه بال في جحر، بال في جحر فأصابته الجن، الله أعلم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.